السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن. لمشاهدة هذا الفيديو أتمنى أن تشتركوا في قناتنا وتضغطون على زر الإعجاب حتى ترقى قناتنا نحو الأفضل. أتمنى ألا تبخلوا علينا، هيا بنا. سعيدة شرف تكشف حقيقة تنازلها عن قضيتها ضد حساب حمزة منبيبي. نفت الفنانة المغربية سعيدة شرف عبر حسابها الرسمي على تطبيق الانستغرام من خلال خاصية أستوري الأخبار المتداولة بخصوص تنازلها عن القضية المرفوعة ضد حساب حمزة منبيبي الذي استهدف ولثلاث سنوات على التوالي عددا من المشاهير المغاربة. وشددت سعيدة شرف على أن كل الأخبار التي تروج لا أساس لها من الصحة، مؤكدة أن القضية خرجت من يدها وأن القضاء المغربي سيحسم فيها على اعتبار أنها أصبحت قضية رأي عام. وكتبت في منشورها: كل الأخبار التي تروج حول تنازلي كاذبة، والقضية لم تعد بيدي بل بيد القانون والمغاربة. وذكر أحد الحسابات على الإنستغرام أن الفنانة سعيدة شرف تنازلت عن قضيتها ضد دنيا بطمة وابتسام بطمة، وأن براءتهما قريبة حيث لم يثبت أي إدانة في حقهما، وأن التهمة الوحيدة في حقها هي السب والشتم ولا علاقة لها بالابتزاز. ويشار أن التحقيقات الأولية حول الحساب أطاحت بمجموعة من الأسماء، آخرها الفنانة دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام بطمة، اللتان يتابعان في حالة صراحة بتهمة المشاركة في الولوج إلى المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، بالإضافة إلى المدونة سكينة غالامور التي يحقق معها وهي قيد الاعتقال. كما أن متعهد الحفلات لسعد المجرد سابقا خرج بدوره على قناة شوف تيفي، حيث عبر عن استيائه لحساب حمزة منبيبي، حيث أكد بأنه دمر حياته من قبل ودمر مسيرته العملية، وقال بأن دنيا بطمة هي من تشغل هذا الحساب ويجب أن تعاقب. وفي نفس السياق نعود بكم إلى الوراء، وكيف حطم كبرياء دنيا بطمة مسارها الفني. تعتبر الفنانة دنيا بطمة سليلة العائلة الفنية بطمة، فوالدها هو الفنان حميد بطمة، شقيق الراحل العربي بطمة مؤسس فرقة ناس الغيوان، والراحل محمد بطمة أحد أفراد فرقة المشاهب. وانطلقت دنيا بطمة في عالم الفن بعد مشاركتها ببرنامج اكتشاف المواهب استوديو دوزيم الذي كان يعرض على القناة الثانية المغربية، ولكنها فشلت في الوصول إلى الحفل النهائي وبالتالي لم تحصل على اللقب، وهو الأمر الذي لم يرق لهذه الفنانة. وبالرغم من عدم حصولها على المركز الأول في هذه المسابقة الغنائية، أصدرت دنيا بطمة أولى أغانيها المصورة بعنوان علاش تغيب سنة 2010، لتقرر بعد ذلك المشاركة ببرنامج آخر لاكتشاف المواهب، وهو برنامج عرب أيدل الذي كان يعرض على قناة الإم بي سي. كيف تحولت دنيا بطمة إلى فنانة مشهورة؟ لفتت دنيا خلال مشاركتها ببرنامج عرب أيدول الأنظار بصوتها الجميل وبإتقانها لأصعب الأغاني، هذا بالإضافة إلى لباقتها في الحديث وتشبثها بلهجتها المغربية. واكتسبت بطمة من خلال مشاركتها في عرب أيدول شهرة وحبا كبيرين من الجمهور المغربي الذي ساندها طوال مراحل المسابقة، لدرجة أنها لم تقف في أي من حلقات البرنامج في منطقة الخطر، الأمر الذي جعلها متأكدة من حصولها على اللقب. ولكن فوز المصرية كارمن سليمان أمام دنيا بطمة كانت بمثابة صفعة لهذه الأخيرة التي غادرت منصة البرنامج كتعبير منها عن استنكارها لهذه النتيجة التي اعتبرتها غير عادلة ومجحفة في حقها. بعد حلولها في المغرب استقبل المغاربة دنيا بطمة بالدقة المراكشية والعمارية كتعبير منهم عن افتخارهم بها وبموهبتها، وأصبحت حينها دنيا بطمة من أكثر الأسماء تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا لدى مختلف المنابر الصحفية. إلى حد الساعة كانت كل الأمور تسير في صالح هذه الفنانة الشابة التي استطاعت أن تثبت نفسها بموهبتها فقط. من فنانة محبوبة إلى فنانة تعشق الصراعات.
ولكن سرعان ما سينقلب حب الجمهور لها إلى هجوم بعد إعلانها عن ارتباطها بالبحريني محمد تسرك وهو والد الفنان حلا تسرك سنة 2013. وقد شكلت مسألة زواج دنيا برجل متزوج صدمة لجمهورها، الأمر الذي جعل البعض يلقبها بخطافة الرجال، وأصبحت بالتالي دنيا تتعرض للهجوم والانتقاد من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فالبعض يسخر من شكلها وآخرون يهاجمونها لأنها ارتبطت برجل متزوج. ولم تجد دنيا بطمة وسيلة للدفاع عن نفسها إلا من خلال مهاجمة كل الأشخاص الذين يتركون تعليقات سلبية على حسابها على الإنستغرام، ومن هنا كشفت دنيا بطمة عن وجهها الخفي. ولكن ما زاد من تعرضها للسخرية هو لجوءها للتجميل، فأصبحت ابنة حميد بطمة تخضع دوريا لتغييرات في شكلها من خلال اللجوء لإبر الحقن التي غيرت بها شكل شفتيها ووجهها عموما. اختارت دنيا بطمة بعد الارتباط بمحمد تسرك أن تستقر بالبحرين، وبالتالي أصبحت تقيم الحفلات وأعراس في الخليج، فاشتدت المنافسة بينها وبين المغربيات المقيمات هناك، وتعدت تلك المشاكل حدود الخليج لتصل إلى الفنانات المستقرات في المغرب، فمن جميل البدوي ويسرى سعوف انتقلت خلافات دنيا بطمة إلى رجاء بالمير وشقيقها عمر، سلمى رشيد، ثم ابتسام تسكت ورقية ماغا. ولم تقف اللائحة عن هذا الحد، فخلافات دنيا بطمة مع الفنانين وبعض الصحفيين لا تنتهي، ودائما ما تجد هذه الفنانة مواقع التواصل الاجتماعي بوابة للتعبير عن رأيها ومهاجمة زملائها، مؤكدة في كل مرة أنها الأفضل وأن الكل يغار منها ومن نجاحها. وكانت تشكل الخرجات الإعلامية لدنيا بطمة دسمة تحقق نسب مشاهدات عالية قد تتفوق في بعض الأحيان على مشاهدات أعمالها الفنية، ولكن الخلاف الأكبر لدنيا بطمة كان مع طليقة زوجها منى الصابر التي ظلت الحرب بينهما مشتعلة إلى حد الساعة. ما علاقة دنيا بطمة بحساب حمزة منبيبي؟ اشتهر حساب حمزة منبيبي خلال السنوات الأخيرة، وهو حساب يضع منشورات على سناب شات والإنستغرام يقوم من خلالها بفضح المشاهير وتشويه صورتهم، وكان أغلب النجوم الذين استهدفهم هذا الحساب أشخاص كان لدنيا بطمة خلاف مباشر معهم، وبالرغم من أن هوية صاحب الحساب حمزة منبيبي كانت غير مكشوفة، إلا أن البعض كان يوجه أصابع الاتهام لدنيا بطمة وشقيقتها ابتسام، لدرجة أن الصحفيين أصبحوا يسألونها هاتين الشقيقتين مباشرة عن علاقتهما بهذا الحساب. وما زاد من الشكوك حول ارتباط دنيا بطمة بحساب حمزة منبيبي هو علاقتها ببعض الأشخاص المشتبه بهم أيضا في تسيير هذا الحساب، وهم سكينة جلامور وعائشة عياش. وكانت تعبر دنيا في الأول عن إعجابها بحمزة منبيبي، إلا أنها ظلت تنكر مسألة ارتباطها بهذا الحساب المثير للجدل، ولكن خلافها مع الفنانة سعيدة شرف فتح النار على كل أعضاء هذه العصابة ليبدأوا بالسقوط اتباعا في قبضة الشرطة. شكلت نهاية سنة 2019 محطة سوداء في حياة الفنانة دنيا بطمة التي تم استدعاؤها للتحقيق من طرف الفرقة الوطنية للاشتباه في تورطها في قضية حمزة منبيبي، إلى أن أصبحت حريتها مهددة لولا دفعها لغرامة مالية تقدر ب 400 ألف درهم لتتمكن هي وشقيقتها من الحصول على السراح المؤقت. ولم تقف الأمور عند هذا الحد، فقد منعت أيضا دنيا من السفر لتصبح هذه الفنانة التي تعدت شهرتها الحدود ممنوعة من عبورها. شكرا على حسن انتباهكم وإلى اللقاء. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في قناتنا كوكب الفن.